يعني الفكرة ان هم استخدموا الدين يا فندم لأغراض ايوه سياسية. طبعا ده في فرق ما بين انه مثلا حضرتك تكون شخص محافظ فمش عايز مثلا بنتك ترتدي ثياب معينة او يعني، لكن انك تستخدم الدين لأغراضك السياسية اللي هو بتتنافى تماما مع جماله الدين. ما هو يعني ما انا بقول لحضرتك المقدمه الاجتماعيه الدينيه الطويله دي علشان نقول ايه؟ ان المجتمع المصري، وحضرتك قلتيها كلمه جميله جدا، المجتمع المصري من المجتمعات القديمه جدا، احنا اقدم دوله مركزيه في صحيح الارض، ومن المجتمعات القديمه جدا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ايا كان شكل العلاقه، سواء في وقت الوثنيه يعني ما قبل نزول الاديان، ثم في مرحله الاديان كلها سواء اليهوديه او المسيحيه او الاسلام، طبعا. كانت دايما مصر عامل مشترك موجود في كل الحكايات دي. لو لما ده معناه ايه؟ الحته دي مهمه جدا علشان نعرف ليه الاخوان عملوا كده. الحته دي معناها ان المجتمع جزء كبير جدا من تركيبه الوجداني ليه علاقه بالدين. وحاول ويمكن الساده المشاهدين هيوافقوني على الكلام ده. يبقى مثلا ابني ولا بنتي حلم ولا حاجه بالليل، لو روح لشيخ الجامع كده يفسره لك، صح؟ مش بنسمع احنا الـ صحيح يعني الـ بنسمع كده فعلا. الـ تلاقي مثلا لا اسالي الشيخ احمد في الموضوع ده، هو اكيد عنده. فاذا او روحي الكنيسه عند ابونا فلان اساليه على الموضوع ده. اذا فكره الوجود الديني في تركيبنا الوجداني موجود، مرجعية موجود، لا دينية. موجود، طب عشان مصر كانت، هي وايران بالتحديد كانوا بيتسموا دول كيانات ديني. يعني ايران لان كانت دوله عبده النار في قبل الفتح الاسلامي، علشان كده لما رجعت بفكره دينيه اللي هي التشيع اللي هي بتحاول تنشره. مصر دوله كهنوت ديني، كلمه كهنوت مش مقصود بيها حاجه وحشه، يعني اقصد هي دوله الدين موجود في تركيبتنا. علشان كده تلاقينا عندنا جوه، حتى لو مش في الدستور، جوه التركيبه المصريه الازهر والكنيسه ليهم مكانه خاصه. دي موجوده في تركيبتنا الشخصيه. صحيح. فبالتالي المواطن العادي موجوده الحكايه دي في تركيبته الشخصيه. فهنا كانت بداية نجاح جماعة الإخوان المسلمين منذ العشرينات القرن الماضي في أنها تخترق الطبقات بالكامل وتتواجد في كل شيء، لأن أنت بطبيعة الحال أنت بتقبلي الفكرة دي، فكرة الدين بتقبليها. أنا لما بسمع من إخواني كمواطن عادي، يعني مش فاهم إن ده إخواني ولا كده، فيعني زي ما حصل في انتخابات 12 مثلا، ايوه قال كل لك الناس دول يقول لك بتوع ايه ربنا بتوع ربنا، صح مش كده؟ لا وخلينا دي ننتخبهم. الكلمه الدارجه، خدي بال حضرتك، دي الكلمه الدارجه، رغم ان احنا كاجهزه، خلي بالك بقول لك بقى معلومه على الهوا، يعني احنا كاجهزه ما كناش بنتعامل مع جماعه الاخوان المسلمين انها جماعه دينيه. احنا طول عمرنا بنتعامل معاها جماعه سياسيه. طول عمرنا بنتعامل معاها كده. على فكره حضرتك غزوه الصناديق طبعا. واللي يقول نعم يروح الجنه بالظبط واللي يقول بالظبط لا بالظبط يروح كده. النار. فما هو ده كان اعتماد على ايه؟ على ان الوجدان والتركيبه النفسيه للمصريين تقبل الكلام ده. صحيح. فبالتالي اهالينا الطيبين يقول لك يا عم بتوع ربنا، طب ما نجربهم، مش كده؟ صحيح. فال 12 13 مليون صوت اللي خدهم محمد مرسي في انتخاباته كانت مبنيه على فكره ناس او جزء مش عايز الفريق احمد شفيق على اعتبار انه منتسب النظام لنظام السابق. قبليه، جزء قدر الاخوان يحشدوه بالطريقه اللي احنا بنتكلم فيها، جزء السواد الاعظم بقى اللي قدروا يجيبوهم بعد كده اللي هي فكره يا جماعه دكتور ربنا، دول. مش كده؟ بس احنا شفنا بقى لما مسكوا الحكم حصل ايه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه لطيفه جدا. اللي كان وده ما يعني صفوت حجازي، انا هدي مثل سريع يعني كده، في هو ربنا بقى بيقول ان انا ابقى يعني في 3 اشهر راكب عربيه موديل 93، وبعد 3 اشهر ابقى راكب عربيه ب 3 مليون جنيه.
لا اكيد يعني. ايوه لا على فكره لو بالحلال انا موافق. ما فيش مشكله. أكيد. طالما ربنا فتح عليك ما هو. لكن باستخدام الدين وباستخدام السلطه الدينيه عند بشر عنده التركيبه دي لا. طبعا. ده اللي خلى الانفجار كبير في 30 يونيو. طبعا. خدي بال حضرتك. لان هم يحاولوا قبل يناير طبعا طول عمرهم يعني بيحاولوا ده يثبت للمواطن العادي انا بساعدك وبديلك وبعمل لك وكده عشان احنا ناس ربنا. يعني هو ده الفكره. ده هم كانوا في الاول بيقولوا كده بس احنا اكتشفنا الحقيقه احنا مش عايزين منك حاجه ملهاش علاقه بربنا خالص. ما هو